للحديث أكثر ينضم إلينا من موسكو رائد الأغبر مراسل الإخبارية. بداية أهلا بك، ما هي آخر التطورات بشأن الطائرة المنكوبة وضحاياها؟ حقيقة ليس هناك تطورات كثيرة، لكن نعرف بأن الرئيس الروسي أعلن الحداد في عموم روسيا يوم غدا الاثنين. طبعا هذا الأسبوع هو يعتبر أسبوع أسودا بالنسبة للدبلوماسية الروسية وكذلك لوزارة مطلع الأسبوع. تحطمت طائرة أخرى قبل هذه الطائرة، ومن ثم كان مقتل السفير الروسي في تركيا، واليوم أصبحنا على تحطم الطائرة العسكرية الأخرى التي تقل كما تفضلتم 91 راكبا. لا ناجين من كارثة الطائرة الروسية. الطائرة كانت متوجهة إلى قاعدة حنينين في سوريا لإحياء حفل لرأس السنة للجيش الروسي المتواجد في سوريا. هناك مجموعة من الصحفيين داخل الطائرة وموسيقيين وفنانين، إضافة إلى طاقم الطائرة هم 8 أشخاص. طبعا تم العثور على 10 جثث أو أكثر من الضحايا، وطالب الرئيس الروسي بإجراء تحقيقا دقيقا بضحايا الحادثة. وزارة الطوارئ تعمل بكثافة حوالي أكثر من 3000 مختص يبحثون في البحر الأسود على شواطئ البحر الأسود على ناجين، رغم أنه صدرت بيانات بأن ليس هناك ناجين، يبحثون عن حطام الطائرة يمكن أن نقول، وكذلك أكثر من 30 زورقا مختصا. لكن هذه البيانات رائد التي صدرت، إن كانت رسمية أو ظهرت تقارير بشأن أسباب سقوط الطائرة، هل هو حادث إرهابي أم مشاكل فنية؟ هناك نفي لظهور أي آثار إرهابية على حادث الطائرة، كما أن هناك أخبار على أن كابتن الطائرة أو قائد الطائرة كان قد أنقذ طائرة سابقة كادت أن تسقط في عام 2011. الحديث عن عطل مهني أو عطل فني في الطائرة سيجري التحقيق، كما كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء، وستتم التحقيقات ومن ثم تظهر النتائج. ليس هناك أي دلالات على أعمال إرهابية. نعم، من موسكو رائد الأغبر مراسل الإخبارية، شكرا جزيلا لك.